السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم جميعا عبر عرب 222. عنوان القصيدة: احتجاج العائد من رحلة الخوف، لعبد العزيز المقالح. أهداف الدرس: أن تشرح نصا شعريا حديثا بمستوياته المختلفة: التركيب، الإيقاع، المعجم، البلاغة. أن تحلل وظائف الوصف والسرد في تصوير واقع الشاعر والمجتمع. أن تستنتج بعض سمات شعر الواقعية الجديدة. مدخل: اقرأ النص الوارد في الكتاب الدراسي بالصفحة 59 بعد 100 قراءة متأنية. حدد جنسه ونمط الكتابة فيه، ثم ضعه ضمن المحور الذي ينتمي إليه. النص قصيدة شعرية حديثة واقعية جديدة، أما النمط فهو وصفي يتخلله السرد، كما يندرج هذا النص ضمن محور شعر الواقعية الجديدة. فهم النص: بعد أن كنت قد قرأت النص الشعري احتجاج العائد من رحلة الخوف، حدد موضوع القصيدة المزمع شرحها. مقاطع القصيدة: الموضوع مرارة الوجود البشري. أما المقاطع، المقطع الأول تحت عنوان صعوبة تحقق الرغبات، المقطع الثاني عمق معاناة الشاعر، أما المقطع الثالث الاستسلام لليأس والعدم. شرح المقاطع وتحليلها. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، سنحاول دراسة مقاطع القصيدة وتحليلها وفق مستويات عدة: المستوى الإيقاعي، المستوى المعجمي، المستوى التركيبي، والمستوى البلاغي. المقطع الأول صعوبة تحقق الرغبات. مستوى الإيقاع: تنوعت مظاهر الإيقاع في المقطع الأول، اذكر هذه المظاهر. تواتر المدود: طول الأسطر الشعرية وقصرها. تكرار الألفاظ والصيغ: ليت، من لي. مستوى المعجم: تهيمن على المقطع الأول معاجم التمني والطبيعة والحواس، هات ألفاظ هذه المعاجم وبين ما عبرت عنه بالنسبة إلى الشاعر. معجم الطبيعة، معجم التمني، ومعجم الحواس، تضافرت هذه الحقول في رسم صورة معبرة عن أزمة الشاعر. مستوى التركيب: حفل المقطع الأول بتراكيب النداء والتمني والاستفهام، هات من المقطع الأول ما يدل على كل نوع من هذه التراكيب وبين دلالته. الاستفهام: من لي؟ التمني: ليتني. النداء:
يا صدر أمي. المستوى البلاغي. افتتح الشاعر المقطع الأول بأسلوب النداء الذي يشير إلى حنين الشاعر إلى حضن أمه وإلى رحمها، كما وظف أسلوب التمني الذي عبر عن الانفعال الوجداني. تقويم جزئي 1. أكمل ما يأتي. ما مظاهر الإيقاع في المقطع الأول من القصيدة؟ تكرار الألفاظ والصيغ، تواتر المدود، طول الأسطر وقصرها. أذكر مختلف المعاجم التي وظفها الشاعر في المقطع الأول. التمني، الطبيعة والحواس. على المستوى التركيبي، ما الأساليب الإنشائية الموظفة في المقطع الأول؟ التمني، النداء، الاستفهام. ما المعنى البلاغي الذي يشير إليه أسلوب النداء؟ حنين الشاعر إلى حضن الأم. أما المقطع الثاني، عمق معاناة الشاعر، المستوى الإيقاعي. اقرأ جيداً المقطع الثاني ثم ادرس مظاهر الإيقاع فيه واستخرج مثالاً لكل منها. التكرار. إيماني. المقابلة. وجدت إيماني، فقدت إيماني. الطباق. النهار، الظلام. حسن التقسيم. وسط الظلام، من خوفي ومن غضبي. طول الأسطر وقصرها. طول الأسطر، السطر الخامس عشر، أما القصر في السطر التاسع. المستوى المعجمي. معجمياً وظف الشاعر معاجم مختلفة للتعبير عن خوفه وحيرته على مصير الشعر. اذكر هذه المعاجم ومثل لكل منها بشاهد تختاره من المقطع. معجم الشعر. الشعر مر. معجم الحيرة والخوف. أعجز أن أراك. معجم الموت. لا ماء فيه. المستوى التركيبي. اللافت تركيبياً في المقطع الثاني هو حضور ضمير المتكلم المفرد أنا، حيث فيه ما يدل على الفاعلية، وفيه ما يدل على المفعولية، وفيما يأتي توضيح لذلك وتدعيم بشواهد من المقطع ذاته. دلالة ضمير أنا على الفاعلية: وجدت، فقدت،
أعجز، أرى، أموت. أما دلالة ضمير أنا على المفعولية يتضح في إيماني، دمي، أهدابي، أحلامي، أظفاري، خوفي، غضبي. نلاحظ في هذا المقطع مراوحة للشاعر بين الجمل الفعلية والجمل الإسمية في التعبير عن تجربته الشعرية. المستوى البلاغي، نلاحظ حضورا لثلاث صور بيانية هي كالآتي: كتاب الشمس، استعارة، حروف دمي بقع من المرجان، تشبيه، حروف دمي ضوء في فمي، تشبيه. تقويم جزئي ثان، أكمل ما يأتي. ما دلالة حضور ضمير الأنا في المقطع الثاني؟ الفاعلية، المفعولية. اذكر مثالا لجملة اسمية في المقطع الثاني: الشعر مر. اذكر مثالا لجملة فعلية في المقطع الثاني: وجدت إيماني. اقرأ المقطع الثالث والأخير من هذه القصيدة وادرسه إيقاعيا وتركيبيا. تقويم نهائي، وظف الشاعر نمطي السرد والوصف لتبليغ أفكاره، وضح ذلك. وظف الشاعر السرد ليدخلنا مباشرة إلى قلب الحدث والتحول من الإيمان إلى الشك، كما وظف الوصف الذي غلب على باقي القصيدة في خدمة الصراع بين الشك واليقين واستسلام الشاعر إلى المأزق الوجودي. ما القضايا التي يعالجها الشاعر في قصيدة احتجاج العائد من رحلة الخوف؟ الغربة، الشك، العدم، وهي قضايا وجودية. استخلص من خلال دراستك القصيدة الخصائص الفنية لتيار الواقعية الجديدة. الإجابة كالآتي: كما نرى، جمعت القصيدة إلى الرؤية الجديدة رؤية حداثية تجلت في الإيقاع والصور. أشكر لكم تفاعلكم، وإلى اللقاء في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.